وصلنا لجدل الصباح. وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أثار عاصفة باقتراحه بوجوب دفع المرأة الميسورة الحال النفقة لطليقها الأقل دخلا. وهبي أوضح أنه حين تطلب المرأة الطلاق لابد أن تنال حقوقها كلها، ولهذا يجب أن تعرف الوضع المالي للزوجين بعد الطلاق لمعرفة المتضرر، ثم قدم الطرف الآخر التعويضات المالية للآخر في سبيل تحقيق العدالة والتوازن بين الطرفين. أول شيء خلينا أرحب براوية التي تنضم إلينا في هذه الفقرة، ولعلها بالفعل دعوة أنه هناك نفقة للرجل قد يكون أمر مستغرب لدينا، لأنه إحنا نعرف أنه النفقة بتكون ما بعد الطلاق للعدة والرضاعة وأيضا المتعة، ويعني كل أشياء تخص المرأة. يعني يمكن الرجال صاروا يطالبوا بنفقة الرضاعة أيضا، ما بعرف، بس على كل حال يعني هو الموضوع فيه إشكاليات كثيرة، أبرزها إشكاليات قانونية. لا رح نحكي أكثر فعلا نتطرق لها. نرحب معنا من الرباط برئيس جمعية أيادي حرة والناشطة الحقوقية ليلى إيميلي. يسعد صباحك ليلى. يعني هذه الجملة أثارت الجدل، لأنه كما هو معروف بأنه النفقة تدفع في فترة العدة وأيضا عن المتعة وأيضا عن الإرضاع، وإذا كان هناك أطفال فتكون عن حضانة الأطفال. إذن ما هي المنطقية التي استندت عليها هذه المطالبات هنا؟ صباح النور، وشكرا على الدعوة، وشكرا أيضا على إثارة الموضوع الذي نعتبره جد جد مهم. الموضوع هو أنه يعني قراءات مختلفة، لأنه كلما كانت هناك أفكار يكون هناك قراءات مختلفة للمسألة. من نظرنا، من جانب أننا حقوقيات ناشطات وخصوصا حداثيات ونطالب بالمساواة والحداثة، لا نجد استغرابا في طرح، ولكن كيف يمكن أن نتناول هذا الموضوع؟ نتناوله من جانب أنه في مدونة الأسرة في المادة 199 هذا الشرط موجود في منذ 2004، يثار ولكن لم يؤخذ أبدا أو قليلا ما يؤخذ بعين الاعتبار في غياب العلم للزوج أو الزوجة بهذا الموضوع. طب وضحي لنا هو هذا القانون يا أستاذة ليلى. هذا مدونة الأسرة المغربية في المادة 199 تطلب من المرأة الميسورة والتي تزوجت برجل عاية، يعني ليست لديه إمكانيات مادية، ليس أن تنفق على الرجل وإنما على أبنائها، لأن المفروض أن النفقة على الزوج. نعم، نفقة الأطفال على الزوج. طبعا نفقة الأطفال على الزوج، ونحن نؤكد أنه يعني الزوج يجب أن ينفق على أبنائه، ولكن الواقع يظهر أن المرأة تساهم بطريقة أو بأخرى، وغالبا ما تكون المرأة المساهمة بمساهمات كبيرة إذا كانت موظفة وإذا كانت لديها يعني إمكانيات ميسورة وغيرها. هذه مسألة متداولة لكن لا مأخوذة في العرف، ومعروف أن المرأة لا تترك أبنائها، وخصوصا إذا كان الزوج إما في السجن أو غير ميسور. صحيح. أكثر نعم. من هذا يعني هي طبيبة وهو لست أدري يبيع. إذن هنا فقط على الأطفال، النفقة على الأطفال وليس نفقة على الطليق. الأطفال ليس على الزوج. يعني معنى ذلك يعني هذا شيء منطقي نوعا ما، أو يعني بداية من أكثر من هذا، يعني نأخذها من الجانب الموضوعي. بالنسبة نحن مطلبنا الأساسي هو أن يكون هناك اعتراف لعمل المرأة في البيت. نحن نعتبر أنها تساهم في نفقة الأبناء عندما تربي الأجيال. طبعاً. إنه عدم الاعتراف بالعمل المنزلي وعمل ربات البيوت التي يعني تربي الأجيال والمهندسين والأطباء، إذن هذه نفقة تعطى. لا، إذا بدنا ندخل في هذا الموضوع حتى من الناحية الثقافية، دعينا نقول كثير من النساء المتزوجات والعاملات ينفقن في بيوتهن مثل الرجل تماماً، ويمكن يبخس حقهم يعني في هذا الموضوع. أنا اللي بدأت أن أفهمه يعني أو يعني منطقياً إنه من لديه حضانة الأطفال يدفع له، ولكن لأنه طبعاً إنه يعني الموضوع ليس فقط متعلق بالمال، ولكن نعم، بالجهد وبالوقت وبال يعني تربية الأطفال شيء يستنزف الآباء أو من هو يعني مسؤول بالضبط، الوصي أو من لديه حضانتهم.
ولكن في ذات الوقت من المنطقي بأنه إذا كانت المرأة ميسورة بأنه لا يكون العبء كامل على الرجل. بس نقطة ميسورة من الناحية القانونية فيها إشكالية. طب يعني شو حدود الميسورة؟ كيف منعرف ميسورة مقارنة بما هو الرجل؟ وهذا الشيء ممكن يتم التلاعب فيه، لأنه ممكن المرأة لا تكشف بالضبط عن مصادر دخلها، لا تكشف، أو أي شخص لا يكشف بشكل صريح عن مصادر دخله، وبالتالي يتم التلاعب في هذا الأمر أيضا. متفقة تماما، لهذا قلت بأن يعني هو سيف ذو حدين هذا المطلب. يعني أنا لست أدري كيف طرحها السيد وزير، ولكن بالنسبة لنا كحقوقيات يعني نطالب أن يكون هناك اعتراف بالعمل المنزلي للنساء، لأنه شكل من أشكال النفقة تنفقها السيدة. أيضا مسألة ميسورة عندما تكون موظفة، فالمنبع واضح، منبع واضح إذا كانت يعني تحصل على أجرة كبيرة. ولكن كما طرحتم سيدتي أنه صعوبة إثبات الميسورة، وبالتالي عندما طرح هذا الجدل، لأنه الآن لدينا ورش كبير لمدونة أسرة في المغرب، هذا الورش يتناول كل مواد إعادة قراءة كل مواد المتواجدة في مدونة الأسرة، ومن ضمنها هذه المادة 199 التي مكتوب فيها أنه الزوجة الميسورة عليها أن تساهم في النفقة حتى لا يظل على الرجل فقط. نحن لا نعتبر أن هذا يعني جدل كبير، ولكن كيفية التطرق إليه. وأشكركم كثير لأنه طرحتم مسألة ما معنى ميسورة بالفعل، وراح أناقشك فيها كمان أكثر أستاذة ليلى. ولكن خلينا نروح إلى مصر، وسألنا الناس هناك عن هذه المطالب بأن تدفع المرأة الميسورة النفقة لطليقها الأقل دخلا، ونشوف رأي الناس في ذلك. المرأة هي اللي تدفع له؟ طب وهو إيه بقى نظامه يعني؟ طب خلاص يتحولوا بقى، يعني هو يبقى المرأة وهي تدفع له عادي، ما فيش مشكلة يعني، لو هو اللي هيتحول ماشي. يعني المرأة المفروض يعني تدفع كل حاجة مش النفقة بس، كفاية اللي هي خدته، خدت عمره وخدت شياه وخدت صحته وخدت عافيته وخدت كل حاجة. ممكن ظروفه صعبة، وهي مثلا ظروفها متوسرة، دي عيالها برضه مش هترميهم برضه، يعني مفيش أم ترمي عيالها يعني. لا لو هو هيرضى تمام براحته، دي حرية شخصية، انما يعني مفيش راجل يرضى حاجه زي كده يعني اكيد، بس لو هو راضي قشطه تمام، مفيش مشكلة. الراجل يعول في له حقوق وفي عليه وعليه واجبات، بيقضى حقوقه وبياخد واجباته، يبقى ملزم باللي عليه، انما السيده لا حقوق، وحقوقها في الشرع معروفه. شايف انه المراه لازم تدفع كل شيء لانها اخذت عمر الرجل. ايوه طيب خلينا نرجع لاستاذه ليلى، يعني خليني يعني اتوقف معك عند موضوع ميسوره. بالفعل لو كانت المراه موظفه ولديها دخل، هل ممكن انها تستغل هنا؟ انه ممكن الزوج يقول لك انا اصلا انا عايش ما عندي راتب، فيستغل انه خلاص هي الزوجه. وممكن هنا كمان، طب هي ما اختارت الطلاق، ممكن يكون هو طلقها، فهي تطلع بالتضرر ده، أنا مطلقة وهو أخذ أولادي وكمان بياخذ فلوسي لأني أنا الميسورة وأنا اللي راتبي أعلى. هنا قد تتعرض للاستغلال هذه المرأة. متفقة تماما أنه كما سبق وطرحتم وأطرح أطرح أنه مسألة ميسورة يجب تقنينها كثيرا في مدونة الأسرة المستقبلية، لأنه دائما التلاعبات تأتي من هنا. مثلا نحن في موضوع تزويج طفلات أو الزواج المبكر، كان هناك استثناء في القانون، يعني في حالات معينة يتم زواج قبل 18 سنة، في حين هذا الاستثناء تم التلاعب عليه وخلق لنا اختلال فأصبح قاعدة. نفس الشيء يعني في موضوع الحضانة، في مجموعة المواضيع. وبالتالي مطلبنا الأساسي الآن، لأنه نحن كما قلت أن الورش الكبير لمدونة الأسرة لابد من يعني كتابة واضحة للنصوص، للنص مزبوط القانوني وللمادة 199، لأنه هذه كلمة ميسورة كيف يمكن أن نثبتها. من جانب آخر أنا يعني متأكدة وعلى يقين أن مساهمات النساء دائما تساهم يعني إلى جانب زوجها بطريقة أخرى، عندما يعني قليلة جدا التي تأخذ أجرتها كموظفة وتضعها لكي تعمل الميك أب ولا عشان تستيلي يعني ملابس. نعم. كل نساء تساهم بطريقة أخرى. الإشكال هو التلاعب أو التحايل يتم في حق النساء التي تساهم بكثرة في منزلها، ولكن لا تعرف أن حقوقها
يعني نحن مطلبنا في مادة من المواد 49 من مضاد الأسرة هي اقتسام الممتلكات بين الزوجين المكتسبة بعد الزواج، سواء كانت عاملة أو لا، لأن هذا حقها. يعني كل ما يكتسب بعد الزواج يجب أن يقتسم، في حالة الطلاق يجب أن يقتسم مناصفة. يعني هو من المنطقي بأنه إذا زادت واجبات المرأة مفروض أنها تزيد حقوقها أيضا، فبالتالي إذا كانت القوانين في بعض الدول مش زي الغرب بحيث أنه فعلا بيطلع لها نصف ما يملك أو ما جناه بعد الزواج، إذا كان هذا الحكي غير مطبق في بعض الدول معناته لا يجب أن تطبق، يعني ما هو عكس ذلك بأنه المرأة عليها واجبات إضافية بلا حقوق. ما بعرف هذا يعني هذا منطقي طبعا. وبالتالي النفقة على الأبناء أكثر مما هي على الزوج، يعني أنا على حسب ما فهمت وقد أكون مخطئة، ولكن النفقة للأبناء، وأنا لا أعتقد بأن هناك امرأة مثلا أبناؤها يدرسون في مدارس خاصة ولديها إمكانياتها وتقول للزوج قد يكون معسرا حقيقة وليس فيلم، يعني ليس يدعي، يعني أثبت ذلك. لا أظن بأن هناك امرأة ستترك أبنائها للشارع وتقول يعني وصلت الفكرة أستاذة ليلى أكثر بالفعل أكثر مما إحنا نتمنى بالفعل نشاركك الرأي أنه نتمنى يكون الموضوع عن النفقة الخاصة للأطفال ومن يعني يتولى حضانتهم وليس نفقة للرجل كما كنا نظن. شكرا لوجودك معنا رئيس جمعية أيادي حرة والناشطة الحقوقية ليلى إيميلي. شكرا لك يا راوية. شكرا.